ما الحكم في من يدعون رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ هذا باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة أبدا، لأنه مات وانتقل إلى الرفيق الأعلى عليه الصلاة والسلام في عالم الآخرة، ولا يأتي إلى الدنيا أبدا مثل غيره من الأموات، لا يأتون إلى الدنيا. ألم يروا أنهم إليهم لا يرجعون؟ ما أحد مات ورجع أبدا، لا الأنبياء ولا غيرهم. من مات انتقل من الدنيا ولا يمكن يرجع إليها، لكن في الرؤيا في المنام قد يرى الرسول صلى الله عليه وسلم ويرى غيره من الأموات. أما إنه يأتي حيا في اليقظة هذا باطل باطل باطل، لا أصل له، وإنما يروج هذا المبتدعة والخرافيون.